أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين حبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأحبة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعود إليكم من جديد بحلقة من برنامجكم الأسبوعي المهدوي من عاصمة الظهور، الذي نتحدث فيه عن إرهاصات الغيبة لإمام زماننا الحجة ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وكذلك نتناول فيه القضية المهدوية وكل ما يرتبط بها من نظريات ومعتقدات. أما حديثنا ومحور حلقتنا لهذا اليوم سيكون عن المقومات البنيوية للدولة المهدوية المرتقبة والمتطلبات الواقعية. سنناقش هذا الموضوع مع ضيف عزيز سيكون معنا عبر الهاتف، ألا وهو الأستاذ الدكتور محمد كاظم الفتلاوي، وهو تدريسي في جامعة الكوفة. لكن لابد من توطئة وحديث تقديمي عن موضوع هذه الحلقة. إن هذه الحلقة أيها الأحبة تهدف إلى قراءة ورؤية واقعية موضوعية تنهض من الواقع الراهن إلى الحدث المرتقب للظهور الشريف للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف والقيام بالحق، وعلى أساس ما هو متوفر فعلا من مقومات الدولة المرتقبة أو ما يمكن أن تقوم عليه على كل حال الراهن، أشده الظلم والفساد بمختلف ألوانه، حكما وإدارة واقتصادا وعقيدة وغيرها مما يرتبط بالمجتمع، وما ينبغي أن تكون عليه وما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون فيما لو ظهر الإمام بغتة وقام بالأمر على ما هو عليه. أكدت الروايات المعتبرة أن ظهور الإمام المهدي عليه السلام سيكون فجأة وبغتة، مما يتطلب ذلك يتطلب الاستعداد الراهن على كل حال، استعدادا عقائديا، استعدادا نفسيا، استعدادا معرفيا واجتماعيا وعسكريا وحتى ثقافيا. فعن الإمام جعفر الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه في قوله تعالى في سورة الزخرف، بسم الله الرحمن الرحيم، هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. قال عليه السلام هي ساعة القائم، تأتيهم بغتة أي فجأة وبسرعة. هذا ما اختزنته الروايات قيمة وغرضا وإعدادا وفي عقيدة الانتظار الواعي والصالح والذي يكون منتجا. قال أبو عبد الله الإمام جعفر الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، أقرب ما يكون العباد من الله تعالى وأرضى ما يكون عنهم إذا افتقدوا حجة الله فلم يظهر لهم ولم يعلموا بمكانه، وهم في ذلك يعلمون أنه لم تبطل حجة الله ولا ميثاقه، فعندها توقع الفرج صباحا ومساء. إذن أيها الأحبة، أن عنصر المفاجأة مما ينبغي عدم الغفلة عنه، وما منع الأئمة المعصومين من التوقيت للظهور الشريف إلا أحد الأدلة، دليل على إرادة الأخذ برهانات الواقع المتاحة والممكنة، وتحقيقا للغرض الأسمى من عبادية الانتظار، وهو جعل المؤمن المعتقد بإمامة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف على شد وارتباط وتعلق مكين، يراقب فيه نفسه ومجتمعه ووظيفته تقوى وإصلاحا. فالانتظار هو توقع واقعي وقوة وإرادة وبناء ونصرة وتضحية وإيثار وإيمان وحتى طاعة، إذ أن الاستعدادات الراهنة لا تنحصر بجانب دون آخر، كونها منظومة مترابطة بعضها ببعض، بدءا من الجانب العقدي وضرورة أخذه باليقين، والجانب المعرفي والنفسي المتمثل بالقدرة على الطاعة والتضحية بين يدي إمام الزمان عليه السلام فيما لو ظهر فجأة، وحتى الجانب العسكري والدفاعي. دائما ما تؤكد عليه الروايات المأثورة تؤكد أن الإمام سيتعرض لهجمة شرسة من السفياني تستهدف شيعته وعاصمته في العراق، وقد ورد هذا المضمون في العلامات الحتمية. وإن من سمات الاستعداد هو التوقع للظهور على كل حال،
تحسب فيه متطلبات الظروف النفسية والموضوعية وأغراض الحكمة الإلهية والتي يجب أن يعرفها المؤمن المنتظر معرفة تامة وهادفة، لأن الانتظار هو تعبد عقدي وطريقة عقلانية منتظمة تؤمن للإمام المهدي عليه السلام إمكانية الظهور بالمتاح والممكن من الإيمان به، والقدرات والخبرات كما وكيفا، والقيام وتأسيس الدولة الموعودة. والكلام سيكون بوجهة الاستعدادات في نظرية أن الإمام المهدي عجل الله فرجه سيعتمد على إمكانات الواقع الراهن في وقت ظهوره بغض النظر عن سمة الغيب والتأييد الإلهي والنصر المحفوظ له واقعا واعتقادا. ولو أننا أخذنا بهذا الوجه فما المطلوب منا في تقديم ما هو ممكن للإمام حتى ينهض بوظيفته الإلهية الموعودة بحسب فرضية القيام على ركام الظلم والفساد لبسط العدل والإصلاح؟ إن هذه القراءة المعرفية المتبصرة ستبتعد عن سمة الغيبية والمثالية في التأسيس للدولة المهدوية وقيامها، لا أنها لا تؤمن بذلك، لا، بل هي محاولة للأخذ برهانات وإمكانات وحاجات الواقع الموضوع إيمانا ومعرفة وسلوكا، وكما حدث ذلك مع الإمام علي عليه السلام حينما أقام دولته العادلة على بقايا دولة ظالمة وفاسدة وتمكن من إحياء الحق والعدل بين الناس بما هو موجود، حتى أنه قال: أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم لقيت حبلها على غاربها. وهذه إشارة قيمة وسديدة منه عليه السلام إلى أن متطلبات الواقع الاجتماعي الراهن وضروراته غالبا ما تفرض نفسها بالأخذ بها تغييرا ونهوضا وخيارا وعلاجا وتقدما كذلك. إن كل عملية تغيير اجتماعي يرتبط نجاحها بشرط وظروف موضوعية لا يتأتى لها أن تحقق هدفها إلا عندما تتوفر تلك الشروط والظروف، وتتميز عمليات التغيير الاجتماعي التي تفجرها السماء على الأرض بأنها لا ترتبط في جانبها الرسالي بالظروف الموضوعية، لأن الرسالة التي تعتمدها عملية التغيير هنا ربانية ومن صنع السماء لا من صنع الظروف، ولكنها في جانبها التنفيذي تعتمد الظروف الموضوعية ويرتبط نجاحها وتوقيتها بتلك الظروف. ومن أجل ذلك انتظرت السماء مرور 5 قرون من الجاهلية حتى أنزلت آخر رسالتها على يد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الارتباط بالظروف الموضوعية للتنفيذ كان يفرض تأخرها على الرغم من حاجة العالم إليها منذ فترة طويلة قبل ذلك. والظروف الموضوعية التي لها أثر في الجانب التنفيذي من عملية التغيير منها ما يشكل المناخ المناسب والجو العام للتغيير المستهدف، ومنها ما يشكل بعض التفاصيل التي تتطلبها حركة التغيير من خلال منعطفاتها التفصيلية. وقد جرت سنة الله تعالى التي لا تجد لها تحويلا في عمليات التغيير الرباني على التقييد من الناحية التنفيذية بالظروف الموضوعية التي تحقق المناخ المناسب والجو العام لإنجاح عملية التغيير. ومن هنا لم يأتي الإسلام إلا بعد فترة من الرسل وفراغ مرير استمر قرورا من الزمن، فعلى الرغم من قدرة الله سبحانه وتعالى على تذليل كل العقبات والصعاب في وجه الرسالة الربانية وخلق المناخ المناسب لها خلقا بالإعجاز، لم يشأ أن يستعمل هذا الأسلوب، لأن الامتحان والابتلاء والمعاناة التي من خلالها يتكامل الإنسان يفرض على العمل التغييري الرباني أن يكون طبيعيا وموضوعيا من هذه الناحية. هذا لا يمنع من تدخل الله سبحانه وتعالى أحيانا فيما يخص
بعض التفاصيل التي لا تكون أو لا تكون المناخ المناسب، وإنما قد يتطلبها أحيانا التحرك ضمن ذلك المناخ المناسب. من ذلك الإمدادات والعنايات الغيبية التي يمنحها الله تعالى لأوليائه في لحظات حرجة فيحمي بها الرسالة. ولا يمكن الشك أيها الأحبة في أن قيام الدولة المهدوية المرتقبة سينطلق من رهانات وإمكانات الواقع المعاش بحسب الفرض، ذلك لأن الإمام المهدي عليه السلام سيعتمد على ما هو متوفر من قدرات إيمانية ومعرفية وخبرات تدبيرية وأفراد صالحين في المجتمع، فضلا عن الكفاءات المؤمنة والمنتظرة والواعية لقيام دولة الحق والعدل. وقد ورد هذا المعنى الموضوعي والإعدادي عن الإمام محمد الجواد عليه السلام في قوله: يجتمع إليه من أصحابه عدة أهل بدر 313 رجلا من أقاصي الأرض، فإذا اجتمعت له هذه العدة من أهل الإخلاص أظهر الله أمره، فإذا كمل له العقد وهو 10,000 رجل خرج بإذن الله عز وجل. إن هذا المعنى الإعدادي يقدم لنا انطباعا واقعيا عن أهمية وجود القدرات والخبرات أفرادا ومعرفة وسلوكا ووسائل وقيم تدخل كلها مجتمعة في تحقيق الشروط والظروف الموضوعية في البعد التنفيذي للظهور المهدوي الشريف والقيام بالعدل والحق المرتقب بإذن الله تعالى. ولما للإعداد وتجهيز النخبة المؤمنة به عقيدة وعلما ومنهاجا وجهادا وقتالا من الأثر الكبير في التمكين الواقعي لقيام الدولة المهدوية. وقد نص القرآن الكريم على واقعية وموضوعية الإعداد والاستعداد بشكل مطلق، إعدادا في المعارف والقدرات والخبرات والكفاءات والوسائل والأفراد والأموال وكذلك النفقات التي يتطلبها ذلك العصر، بما يضمن سمة القوة في وجه التحديات العقدية والوجودية المعاصرة والمتوقعة على كل حال، وبحسب المقدور والمستطاع. وكما في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. مما تقدم يظهر أن قيام الدولة المهدوية الشريفة معقود بمقومات راهنة وموضوعية مرتبطة بالواقع المعاش ارتباطا وثيقا يتوقف عليها التطبيق والتحقيق، وتتكفل هذه المقومات بتقديم ما هو بين يدي الإمام عليه السلام ليتمكن من تأسيس دولته العادلة والحقة، وتعالج هذه المقومات الممكنة والراهنة مشكلات الحكم والإدارة والنظام وكذلك المعرفة والأخلاق والدين والحقوق والأمن وحتى الاقتصاد والتنمية البنائية والاجتماعية بكل ألوانها الإنسانية والعمرانية والقيمية. وثمة مقوم آخر مهم جدا ربما يكون هو الأهم أساسا ونتاجا، وهو المقوم العقدي إيمانا ومرتكزا في بنية ونفسية المؤمن المنتظر، والذي ينبغي به أن يرى الواقع في غيبية الإمام المهدي عليه السلام بمنزلة العيان ولو تمثلا على أقل قدر، وتوظيف هذه الرؤية العقدية في التمهيد والإعداد للمقومات الأخرى والرئيسة في الحراك الفردي والاجتماعي انتظارا، ذلك لأن الإيمان حقا وصدقا هو سبيل النجاة والخلاص وهو الموصل إلى المطلوب في أولويات الإصلاح والتغيير الموعود. وروي هذا المعنى البنيوي العقدي والمعرفي عن الإمام علي بن الحسين عليه السلام أنه قال: يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان، لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المجاهدين بالسيف
أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا. وقال علي بن الحسين عليه السلام أن انتظار الفرج من أعظم الفرج، انتظار الفرج من أعظم الفرج. أيها الأحبة الأفاضل، سنناقش هذه المقومات البنيوية للدولة المهدوية المرتقبة والمتطلبات الواقعية مع ضيفي الأستاذ الدكتور محمد كاظم الفتلاوي الأكاديمي والتدريسي في جامعة الكوفة. لكن قبل ذلك اسمحوا لي بأن أذهب إلى فاصل قصير، من ثم أعود إليكم، فابقوا معنا. حياكم الله أيها الأحبة من جديد. قلنا أننا سنناقش المقومات البنيوية للدولة المهدوية المرتقبة والمتطلبات الواقعية مع ضيفي الأستاذ الدكتور محمد كاظم الفتلاوي الأكاديمي والتدريسي في جامعة الكوفة. بداية مرحبا بك سيد الفاضل، وشكرا لتلبيتكم ومشاركتكم في هذه الحلقة. دكتور محمد، إذا تسمعني. دكتور محمد كاظم الفتلاوي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله سيد الفاضل، وشكرا جزيلا على تلبية هذه الدعوة. من دواء السرور والشرف والفخر الخدمة المهدوية معكم، جزاكم الله خير الجزاء. حياكم الله وأهلا بك سيد الكريم. ما هي المقومات البنيوية للدولة المهدوية المرتقبة؟ أحسنتم، سؤال حقيقة مهم وخطر ومثار لكثير من الأمور التي لعله فيها إشكالات كثيرة. نعم. ولكن حقيقة من الممكن حصر هذه المقومات مع تعددها وتشعبها وتنوعها إلى ثلاث مقومات. جيد. يعني كما يعدها الباحثون وأهل الاختصاص في هذا الجانب. نعم. يعني يرى كثير منهم أن المقومات التي تكون بنيوية لدولة العدل الإلهي، نعم، في أنها تكون مقوم الإيمان بالله جل في علاه، بمعنى قضية التوحيد. نعم. وما يترتب على ذلك عند الفرد وعند الناس المؤمنين بالدولة العادلة. بمعنى آخر، ما ممكن أن يكون هنالك نتاج لهذه الدولة إن لم يكن لها من يؤمن بها. نعم. وبالتالي يكون ثمرتها للذين آمنوا بها، ومن ضمن وجود والتوحيد وما شابه ذلك مما يتعلق بالإيمان التوحيدي والرسالي بالنبوات جميعا. نعم. هو أن يكون هنالك إيمان بوجود هذه الدولة العادلة، وهذا الأمر حقيقة لا يتأتى عن فراغ. نعم. وإنما يأتي من تجارب أمم وحضارات لاقت الويلات من كثير من التجارب والأيديولوجيات والتيارات التي طبقت أنظمتها وفكرها المادي والنظامي على الأمم والدول. نعم. وباءت بالفشل، وهذا الأمر احنا جاي نلاحظه في يومنا الحاضر في الدول الأوروبية وما شابه ذلك، أنه بدأت كثير من الأنظمة بالتقهقر والتراجع وبيان زيفها ادعاء وواقعا. جيد. فبالتالي عندما يتحقق هذا الأمر ماذا يكون؟ نعم. يكون لدينا الإيمان بوجود هذه الدولة المنبثقة من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولعله الآية التي تشير إلى هذا الجانب حقيقة، أنا أتكلم بسرعة على حساب الوقت. الوقت لك دكتور، المهم أن نغطي جزءا مهما من هذه الحلقة. الله يبارك فيك. إنه وأشار القرآن الكريم إلى هذا الجانب، إنه هذه الأمم وهذه الحضارات بعد أن تساقطت الواحدة تلو الأخرى والتي بقي منها فهو غطاء جوفاء، بمعنى آخر أنه لا ثمرة فيها وإنما هي إرهافات للنهاية الحتمية. جيد. وعليه يقول ربنا جل في علاه في مضمون الآية في قوله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. جيد. بمعنى أن هذه الأيام. نعم. عندما مرت بطواغيت الناس
ومرت بالسلاطين والمتفرعنين وما شابه ذلك من الظالمين على مستوى الجنسيات والحضارات والأمم. جيد. من بعد ذلك يكون الأمر الإلهي أنه تداول هذه الأيام إلى الذين هم الخلص والتابعين والمؤمنين بالله جل في علاه. ومن مستلزمات الإيمان التي أرادها الله سبحانه وتعالى من بعد التوحيد والنبوة والمعاد هو الإمامة، والإمامة بملخصها هو ما يسمى عندنا بخاتم الأنصياء، وهو تحقيق العدل الإلهي في طرد الظالمين وإحكام العدل وتنفيذ وتطبيق شريعة السيد المرسلين في العالمين. هذا الجانب الأول وهو مقوم الإيمان العقدي، بمعنى أنه الذين يؤمنون بالله وبالرسالات يؤمنون بوجود مخلص يكون لهم بشرى في هذه الأرض بعد أن تعاني ما تعاني من الصعاب. هذا المقوم الأول هو المقوم العقائدي إن صح التعبير. المقوم الآخر هو التمكين القواعد العقدية، بمعنى أنه مجرد وجود الفكرة ومجرد وجود الإيمان والاعتقاد لا بد لتطبيق وجني الثمار، لا بد من يكون هنالك تمكين. فالمقوم الذي أراده الله سبحانه وتعالى بعد الإيمان هو أن يكون هنالك مقوم عملي يثمر عندما يتمكن المؤمنون وعلى رأسهم صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه من هذه في هذه الأرض. فيقول الله جل في علاه في هذا التمكين السلوكي الإنساني، يقول في مضمون قوله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الفكرة وين؟ ولله عاقبة الأمور. والفكرة أين أيضا؟ إن مكناهم. هذا ما يسمى عندنا بنظرية التمكين. هذا التمكين الإلهي للمؤمنين في الأرض، لأنه إيمان بلا وجود تمكين ما وجود إلى ثمرة. لذلك كان لهذا الجانب الآخر ماذا؟ جانب التمكين. والآيات القرآنية اللي تسمى بآيات التمكين كثيرة، وكذلك الروايات داعمة في هذا الجانب. إذن عندنا صار المقوم الأول المقوم العقائدي الفكري، وقلنا فيه الآيات الواردة، والمقوم الثاني المقوم التمكيني السلوكي الإنساني الذي يترجم هذه النظرية الإيمانية على وجه الأرض ويكون من ذلك يتحقق. لأنه معلوم أستاذنا الجليل، باعتبار أنطتني وقت تمام راحتكم الله يبارك فيك، أنطتنا وقت جزاك الله خير، أنه كل النظريات تقريبا بدأت أن تطبق في وجه الأرض، يعني مكنت في الأرض وفي كل أيام نداولها بالناس، إلا هنالك حقيقة نظريتان لم تطبقا، هي النظرية الشيوعية باعتبار طبق منها الاشتراكية وبوادر الاشتراكية بينت انهم كما يقولون الخاتمة المقدمة بما يتبعها من اخس الخاتمة باخس المقدمات تبع اخس المقدمات. اذا هي الاشتراكية كان ما كان منها من تحليل الاتحاد السوفيتي وما صار، كيف ستكون نتائجها؟ نتائجها في الشيوعية اكيدا، لانه الاشتراكية بوابة للشيوعية. فالامر باين من مقدمته. اما النظرية الاخرى التي لم تطبق كما يقول السيد الشهيد رحمة الله عليه، يقول انه الاسلام الواقع الحقيقي باعتبار انه ما فنيت الوسادة لرسول الله وما فنيت الوسادة لامير المؤمنين علي عليه السلام في خلافته الظاهرية، وعليه يقول الاسلام تمكينا سوف يكون في اخر الزمان. وعندما نتكلم عن اخر الزمان هو في اي لحظة نحن في صدد هذا الجانب. يقول ما طبق وعليه هذا التمكين سوف يكون تمكينا واقعيا لتطبيق النظرية الإسلامية. جيد. لأنه معلوم أنه القيادة الإلهية والتدبير الإلهي والتشريع الإلهي سوف يكون ظاهريا بيد صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه. عجل الله فرجه الشريف. من باب الإسراء للموضوع. جيد. المقوم الثالث ما يعرف بالمقوم على وجه الاختصار لطفا دكتور، جزاكم الله خير إن شاء الله، المقوم المعرفي العقلي والسلوكي العقلائي. وهذا يسمى بالتعريف ظهورا للتعريف بالإمام صاحب الأمر عجل الله فرجه حاجة واختيارا. جيد. لأنه ضروري أنه صحيح الناس تختلف بين الآخرين، الأمم تختلف، الحضارات تختلف، ولكن ضروري التعريف
يقلن بوجود مخلص، وهذا أمر موجود عند كل الديانات سواء كانت ديانات سماوية أو وضعية أو حتى من صنع البشر. لا بد من وجود هنالك مخلص عالمي ينقذ هذه الأمة مما هي عليه من التراكمات والضعف الذي أصابها من الهواني والهزالي والاستهتار بالقيم الإنسانية عامة والسماوية خاصة. جيد جدا. وعليه كان الأمر أنه يتحقق هذا الشيء بمعرفة صاحب الزمان عليه السلام، لأنه أمر عقلي بعيدا عن كان هذا الداعي له إيمانا ويقينا أو كان الداعي له عن طريق الفهم البشر المنطقي، أنه لا بد لهذه الأمة من خلاص لهذا العالم من مخلص. فذلك يكون الجانب ماذا؟ الجانب العقلي، وهو تعريف الإمام والحاجة إلى الإمام. إذن هذه ثلاث مقومات حقيقة بنيوية في قضية الدولة العدل الإلهي. شكرا دكتور على هذا الإجابة الرائعة. دكتور أود أن أسألك، ما هو الخطاب السليم والأنسب عند الحديث عن المهدوية مع شعوب وحضارات أخرى؟ كيف يمكن أن نسوق هذه الحضارة؟ أحسنتم. حقيقة بالدرجة الأولى أنه إحنا نريد أن نفهم قضية مهمة، أنه قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه لا تكون بالضبط عند الشيعة الإمامية. نعم. ولا عند المسلمين. يعني معلوم الجنابة أنه قضية مثلا الإمام المهدي، الاختلاف ما بين مدرسة الصحابة ومدرسة أهل البيت، هم يقولون أنه لم يولد. نعم. وأنه من ولد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. نعم. والشيعة الإمامية أعلى الله مقامهم ماذا يقولون؟ يقولون أنه من ولد الإمام الحسين وأنه مولود وموجود. إذن نعم. الاختلاف اصطلاحي وليس الاختلاف بالمضمون. نعم. والجوهر ومستوى القضية. نعم. هو واحد. فبالتالي هذا الأمر نفسه أين نجده؟ نجده في الأمم الأخرى. بالتالي يكون الخطاب لهذه الأمة أنه الخطاب مع الحضارات الأخرى ليس من باب المعتقد والدين. نعم. لأنهم يختلفون معنا في المباني. فعل. يختلفون فعل. معنا في المنطلق الإسلامي والديني والقرآني والسماوي. وعليه يكون الخطاب مع الحضارات الأخرى خطاب بما فيه من المشتركات. جيد. لماذا المشتركات؟ المشترك الفطري. جيد. يعني الفطرة الناس واحدة. هو هذا ما أردت أن أسألك عنه دكتور، القيم المشتركة بخصوص المهدوية التي تقوم على جسر الهوى بين الثقافات. أحسن. الحاجة الفطرية للمخلص. نعم. الإنسان يعيش. نعم. من ضنك العيش وما فيه من التدهور الآخر وما يصيب الأمم وما شابه ذلك، يحتاجون إلى مخلص. إذن هذا جانب فطري، ما يحتاج إنه أنا أكون مسلم شيعي، وما يحتاج إنه أكون أنا مسلم خلص، ولكن مجرد أن أكون أنا إنسان موجود على هذا الكوكب أنا أحتاج إنه هنالك مخلص. إذن الخطاب للآخر يكون من هذا المنطلق، من المنطلق المشترك الذي هو يعيه الذي هو يفهمه. هذا الجانب الآخر. عالمية النهضة المهدوية، قضية. نعم. الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه قضية عالمية ما مختصة بالكوفة ولا مختصة بقوم ولا مختصة بمكة. تماماً. قضية عالمية شاملة لكل الأمم والحضارات. فعلا. وبالتالي هذا جانب مشترك، لا بد من التوعية، لا بد من الإرشاد، لا بد من التوجيه بهذا الجانب وبهذا المسمى. بعد ذلك يذكر لنا عندنا مثلا معالم الدولة المهدوية الفاضلة، النتاجات لهذه الدولة. طبعا لا يتصور لنا أنه نتاجات هذه الدولة كما يسوقها البعض، لا نقول. نعم. غير موجودة، لا هي موجودة، ولكن هي مو 100% في هذا الجانب، إنها من أبجديات النهضة المهدوية أو الدولة المهدوية. وإنما القضية تتعلق بمعالم من أبرز المعالم الدولة المهدوية، هو الرفاهية والعيش، هو بمعنى وآخر إسباب العدل، دفع الظلم والطغاة. هذا الجانب يجب أن يسوق إلى الحضارات أن قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه قضية فيها من الخير والسعادة للناس، فيها من الأمن الاجتماعي وتعالي الأخلاق والرفاهية الاقتصادية والأمن والسلام. كل هذه الأمور مشتركة عند الناس، والناس يبحثون عن ذلك، كافة الناس في كافة الأمم والأقطار والدول، إنهم يبحثون عن الأمن والراحة والرفاهية، وهذا يتحقق على يد الدولة المهدوية عجل الله تعالى لفرجها لصاحبها الفرج. هذا جانب. طبعا لغة الخطاب المشتركة. نعم. بين المشتركات والاختلاف من يعني كل أمة لها نقاط ضعف. نعم. وهذه النقاط الضعف مشتركة بين الناس، يعني ولكن تختلف بيش؟ تختلف بالمسميات. جيد. يعني بقضية أخرى أنه تحقيق العدل، يعني هذا العدل أنا أحتاجه،
في دولة أخرى أوروبية يحتاجه، في دولة أفريقية يحتاجه، فهذا أمر مشترك. فعلا هذا مشترك بين كل الأمم وكل الحضارات. أحسنت. الرفاهية كما تقدم الكلام أنهم أيضا هم يبحثون عن اللغة، تكون أولا بقضية أنه فطرية إنسانية وليس تضييق. قضية الإمام المهدي، قضية الإمام المهدي مو قضية مذهبية، قضية عالمية أممية عالمية من السماء، مو قضية مذهب وكما قلنا في منطقة دون أخرى. هذا الكلام يجب أن يوجه إلى الآخر، والتسويق لفكرة الإمام المهدي على هذا الضوء وليس هي من مختصات المذهب الشيعي على الله مقام. شكرا جزيلا لكم دكتور على هذه الإجابات الوافية والشافية، وعلى أمل دائما أن نلتقي في حلقات أخرى لأن حديثكم. شكرا جزيلا. شكرا. متفضلين يا دكتور. الدكتور محمد، هذا العنوان الطيب. حياك الله الدكتور محمد كاظم الفتلاوي الأكاديمي والتدريسي في جامعة الكوفة، شكرا على هذه المشاركة القيمة. حياكم الله وبياكم، حياكم الله. شكرا جزيلا. نسأل الله، بارك الله فيكم، نسأل الله القبول والتوفيق. شكرا جزيلا سيدي الكريم. أيها الأحبة، ما زال الحديث مستمرا إن شاء الله، لكن اسمحوا لي بأن أذهب إلى فاصل قصير من ثم أعود إليكم، فابقوا معنا. عدنا من جديد أيها الأحبة في برنامج من عاصمة الظهور الذي يأتيكم من مسجد الكوفة المعظم. قلنا أن المقومات البنيوية تنقسم على ثلاثة أمور أساسية، ألا وهي العقدية والسلوكية والمعرفية. تفصيل الكلام في هذه المقومات يقع في ثلاثة محاور. المحور الأول إيمان الفرد والناس بالدولة العادلة، وهذا ما أكده الدكتور محمد كاظم الفتلاوي. المحور الأول إيمان الفرد والناس بالدولة العادلة من حيث الأهمية والثمرات، إذ أن من أهم مقومات قيام الدولة العادلة وبقائها هو إيمان الفرد بها بعد الفراغ العقدي بمقومية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لهذه الدولة المرتقبة. وقد هذه قد تكون ظاهرة الدولة أصبحت مسلمة وجودية من مسلمات الاجتماع والتعايش الإنساني، تتحكم في قيامها الدوافع الدينية والفكرية والسياسية وحتى الاقتصادية والعسكرية. يحدث الاختلاف حول أساس شرعيتها ومبادئها، مما ينتج عن ذلك تجاذبا وتنازعا وظلما وفسادا وعدوانا وترف، وكذلك استغلال وانتهاك لحقوق الإنسان. وهذا هو بالطبع الغالب في وجود الدول الحديثة في عالمنا المعاصر، والتي تتقمص الشرعية المفترضة عندها بما يضمن مآربها الفكرية والاقتصادية والسياسية والقومية والتاريخية، وبمعزل عن مسألة إيمان الفرد بها وضرورته، إن تعاقدت معه على أساس من الاختيار والانتخاب والحرية، ولكنها كثيرا ما تخفق في الإجراءات والتطبيقات ولو بعنوان العدالة، ذلك لأنها فككت بين مسألة الإيمان والواقع كما هو الحال في الغرب وأوروبا. أيها الأحبة، ما زال الحديث متواصلا، لكن لا بد من الإشارة أننا نستقبل اتصالاتكم عبر الأرقام التي ستظهر أسفل الشاشة. في هذا الصدد ذكر المفكر الأمريكي المعاصر فرانسيس فوكوياما في كتابه بناء الدولة، يقول: يختلف الأمريكيون والأوروبيون في آرائهم حول مصدر الشرعية على الصعيد الدولي، إذ يعتقد الأمريكيون أنها الشرعية متجذرة في إرادة الأغلبيات الديمقراطية في الدول والأمم الدستورية، بينما ينزع الأوروبيون إلى الاعتقاد بأنه يتأسس على مبادئ العدالة الأعلى قيمة من قوانين وإرادات الدول والأمم كافة. ويمكن تفهم هذا الخلاف إلى حد بعيد، لأن كل طرف يتوصل إلى رأيه اعتمادا على أسباب ضاربة في عمق تاريخه القومي. الرأي الأوروبي صحيح بالمعنى المجرد لكنه مخطئ في الممارسة. يؤكد الكثير من الأوروبيين أنهم أنفسهم
وليس الأمريكيين المناصرين الحقيقيين للقيم الليبرالية العالمية، لأنهم يؤمنون بهذه القيم بمعزل عن تجسيداتها في دول وأمم ديمقراطية. فعليه لا شيء يضمن أن تكون القرارات التي تتخذها الديمقراطيات الليبرالية ذوات السيادة عادلة أو منسجمة مع هذه المبادئ الأسمى حتى ولو كانت صحيحة إجرائيا. يمكن أن تقرر الأغلبيات الديمقراطية القيام بأفعال فظيعة تجاه دول أخرى مثلا، ويمكن أن تنتهك حقوق الإنسان وأعراف اللياقة التي ينبني عليها نظامهم الديمقراطي في ذاته. نعم، هناك مساحات محدودة في عدالة الدولة وقدرتها على تحقيق آمال ومتطلبات أفرادها والمؤمنين بها، ولكن لا تحقق الأغراض الكاملة والمنشودة منها، فقد يشوبها الانحراف في يوم ما، أو قد تسقط بفعل سنة التداول كما هو حال الكثير من الدول عبر التجارب والتاريخ، أو لأنها لم تكن قد حكمت بأسس العدل والحق، أو أن الناس لم يؤمنوا بها. وعلى كل حال يقول الله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. يظهر بحسب دلالات الروايات المأثورة في العقيدة المهدوية أن الدولة المرتقبة تختلف في ماهيتها تماما عما سبقتها من الدول عبر التاريخ، وإن كانت لتقوم على أعقاب الظلم والفساد وركام الواقع، ولكنها تتقوم بمقومات واقعية تؤمن لها وتؤمن البقاء والحكم بالعدل بين الناس ورد الحقوق إلى أهلها وحفظ حقوق الأفراد عامة، لتكون بذلك نموذجا ومثالا يحتذى به، كما ورد ذلك عن أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام قال: دولتنا آخر الدول، ولم يبق أهل بيت لهم دولة إلا ملكوا قبلنا، لئلا يقولوا إذا رأوا سيرتنا إذا ملكنا سرنا مثل سيرة هؤلاء. وهو قول الله عز وجل: والعاقبة للمتقين. تكمن أهمية إيمان الفرد والناس عامة بضرورة قيام الدولة العادلة في أنه تكليف عقدي ثابت عقلا ودينا، لأن الإنسان المؤمن مطالب بالإيمان بالعدل أصلا وتطبيقا. وقد صرح المحقق الطوسي رحمه الله قائلا: فالله تعالى لم يفعل الإيمان فيهم، أي المكلفين، لأنه كلفهم به ويثيب على الإيمان، وإن قيام الدولة العادلة يحفظ قوامه وأقومية الدين والهداية والنظام الأحسن والتدبير الأمثل في مختلف أشكال الاجتماع الإنساني. وكما عبر القرآن الكريم بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. معلوم أيها الأحبة أن الدولة الوضعية غير مرتبطة بالله تعالى ودينه وشرائعه لا تلتفت بل لا تقيم وزنا وقيمة لمسألة إيمان الفرد والأمة والناس بها. وإن أخذت بعض الدول الأوروبية في العقود الأخيرة من القرون الماضية تهتم بالبعد الاجتماعي للفرد لتجعله طرفا في نظرية قيام الدولة على العقد والميثاق الاجتماعي معه، التزاما منها بما جاء به المفكر الفرنسي جان جاك روسو في كتابه الشهير العقد الاجتماعي، حيث ذهب إلى أن هدف كل نظام اجتماعي وسياسي هو حفظ حقوق كل فرد، وإن الشعب وحده هو صاحب السيادة، وكان بهذا يهدف إلى النظام الجمهوري. فتحقق هذا النظام بالثورة الفرنسية بعد 30 سنة حين اتخذ العقد الاجتماعي إنجيل هذه الثورة. وقد ذهب جان جاك روسو إلى أبعد من ذلك في دعوته إلى القضاء على المجتمع الراهن آنذاك وأن يرجع إلى الطبيعة، وهناك يتفق الناس بعقد اجتماعي على إقامة مجتمع يرضى به الجميع، فيقيمون بذلك حكومة تمنح الجميع ذات الحقوق، ولكنها لم تحسب حساب الإيمان والعقيدة والدين في حساباتها، بل أظهرت مبدأ فصل الدولة عن الدين لتضرب بهذا المبدأ
قيمة إيمان الفرد وآثاره، والحال واقعا يوجد ثمة ترابط مكين بين إيمان الفرد وحاجاته التي يمكن أن توفرها الدولة، كما هو الحال الترابط بين الإيمان والدولة العادلة. لذلك لأن الدولة العادلة هو تعبير وتمثل عقدي وديني وقيمي وواقعي للإيمان النظري المنشود. عندي اتصال، سلام عليكم. عليكم السلام، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، حياك الله سيد الكريم وأهلا بك. السلام عليك حجة الله في أرضه، السلام عليك مولاي صاحب الزمان. اسم جنابك أستاذ؟ حسن من واسط. حسن من واسط، حياك الله وتحياتنا إليك والكل أهلنا في واسط. يعني ما في الحسين. سمعت هذه الحلقة؟ نعم. على حياة الإمام المهدي عجل الله، عجل الله تعالى فرجه الشريف، وكيف يمكن أن نمهد للإمام صلوات الله عليه والسلام عليه. نعم نمهد له. نعم. بأداء أولا الصلاة والعدل والتوفيق إن شاء الله وحسن الأخلاق والدعاء دائما إلى الإمام. نعم. حسن أخلاقنا حتى العالم تنظرنا إلى أن شيعة أمير المؤمنين بهذا الخلق إن شاء الله، والله عجل في فرجه دائما. اللهم آمين. لو أن شيعتنا استقاموا يقول إن شاء الله لظهر الإمام. نعم. نسأل الله الاستقامة، نسأل الله أن يجعلنا دائما. نعم من المنتظرين. نعم على طريقتهم، يعني قصدي إن شاء الله إحنا شيعتنا هم اللي إن شاء الله الموفقين، هم اللي يضحوا، هم اللي فعلا والله. نعم. فعلا فعلا دائما. نعم. ما تجدهم في كل موقف. أحسنت أحسنت. نعم. أحسنت يا حسن، تحياتي يعني لك. ننقل الصورة الطيبة أمام الإمام المنتظر وهو يتابعنا، لأن هو تعرض الأعمال عليه دائما. فعلا بعد صلاة المغرب يتعرض على الإمام المنتظر، إن شاء الله نبيض وجهه بجاه محمد. اللهم آمين. شكرا جزيلا يا حسن، ودعينا بالدعاء بالتوفيق. نعم يا التوفيق والقبول يا حبيبي، شكرا جزيلا. أسأل الله التوفيق وأن يرزقنا نظرة من الإمام. اللهم آمين بحق محمد وآل محمد. شكرا آمين. لهذا البرنامج الطيب. شكرا لك سيدي الكريم على أمل طيب أن نكون دائما عند حسن ظنكم. الله يرضى. شكرا جزيلا يا حسن، نسأل الله التوفيق والقبول. أيها الأحبة، ما زال الحديث متواصلا لكن لم يبق لدي إلا دقيقتان، وهي قلنا أن نظرية الدولة هي شكل من أشكال القيام بالقسط يحقق الغرض المطلوب والذي سيتحقق على يد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وكما في قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. فلا يمكن للدولة غير العادلة أن تحل مشاكل الفرد اجتماعيا إلا أن تأخذ برغبة الإيمان بالدين عند الأفراد خيارا وسلوكا. وما الحلول التي تقدمها إزاء المشكلات إلا حلول منقوصة وقد تظلم فيها بذريعة العدل، وقد بين هذا المعنى الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في تفسيره الأمثل. أيها الأحبة، هذا ما يسمح به وقت البرنامج، على أمل أن نلتقي الأسبوع القادم الثلاثاء القادم إن شاء الله في نفس التوقيت 8:00 مساء عبر قناة الإمام الحسين الفضائية. في الختام تقبلوا تحياتي ذو الفقار الحيدري في الإعداد والتقديم، وتحيات كل كادر العمل في قناة الإمام الحسين، حتى نلتقيكم الأسبوع القادم. أقول السلام عليكم.